فلذلك ده اعظم حق ما يقول شوك سايد وعاد عاملين فيها عنده شجاعه. واحد يطلع على المنبر زي جابوا لكم ده اسمه مين الجزولي ده محمد علي الجزولي ده جاي قال حديث حذيفه رضي الله عنه حديث في صحيح مسلم قال ضعيف قال ضعف الدار قطب ده خليه مش ضعيف خليه خدته يا جماعه هسه احسب مش ده ضعيف خدته يا جماعه. واحد عن انس رضي الله عنه ان اقواما اتوا في الصحيح حديث ده في الصحيح فقالوا الا تنظر ما يفعل الحجاج حجاج انت قالوا هذا العيش ده بيقطعها مره واحده ولا عيش ولا نعم الا تنظر ما يفعل الحجاج قال ايها الناس اصبروا ها صحابه خافوا غير خلوا اهالهم وبيوتهم كله عشان الدين وجاهدوا قال ايها الناس اصبروا لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم بيجمع اثنين حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ثلاثه حديث ابي بكر الثقفي اربعه انس نفسه رضي الله عنه قال لنا فقهاؤنا من كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهونا عن سب الحكام او كما قال رضي الله عنه امش قدام قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من خرج على امامه قيد شبر فمات فميتة جاهلية الى اخر الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد في لفظ وان تامر عليكم عبد حبشي في روايه كان راسه زبيبه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الى اخر الحديث فكلهم بتاع اللخبطه وعاملين فيها شجعان انا والله الشجاعه اللي بعرفها تدافع عن الله اول شيء حكومه دي ما بتسال هتعمل فيها قدام الناس وهؤلاء عشان الناس بعد امرقوا برا النيه عليهم ربهم لكن هم منهجهم اصلا خرب منهج تكفيري ومنهج داعشي ومنهج بتاع انحراف قاعدين في البلد دي ضاربين المكيفات ورسلوا اولاد المسلمين وهيا على الجهاد وقاعدين راكبين البراد هم وديلك يمشوا يقتلون بيجمع انت وكيل جهاد ما تمشي رسول ده بيقول للصحابه جهاد بيكون جوا له جوا المعركه بيقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب لكن انت مرتب وتقول للناس اولاد المسلمين امشوا 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 زي ذاك قال حيوسف بيجمع قال لهم التفجيرات دي من الدين من الجهاد ما في شيء والله في اليوتيوب امشي خش الناس بيتعاطفوا معاه ويقول لك ده بيجيبوه في التلفزيون يا مولانا بعد شويه يفقد ولده اتصل بها ولدي انت وين؟ والله انا اسي مارق من ليبيا كذي مارق كذي غاج وين يا ولدي؟ بتلاقى ان شاء الله في الجنه بعد شويه بعد ان شاء الله نموت سوا ونموت انا في الجهاد ويتلاقى في الجنه بعد يا دوب راسه بي يقول لك ترى هو الذي غش الدواعش وتراه ديل الله يازام قبيل ما برضى ذكرهم في المسجد يقول لك ديل ما تجيبه ما تسويهم مما يضيع ولده الموضوع بيبقى له والله بيبقى له واضح ويا ريته لو دين لو دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه يا ده مش أي نفرين إذا علموا لهم شغلة في أوضة وضرمة وتدريبات بيجاوا يقشموا حديد ويضربوا لهم رصاصتين بعد ذاك راح الجهاد إلى غويسوا ساي يا ده وراه حاكم وراه استئذان وراه أمور شرعية ما ساي ما عبادة ودين رسول عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل لما أراد أن يذهب معه إلى الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد أمش أمة كبيرة فيها جاهدين وقال له رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وخرجت امرأتي حاجة قال الحق بامرأتك الحق بامرأتك وجهاد شنو؟ لتكون كلمة الله هي العليا كلمة الله العليا في بلدك دي الآن فيه في بلدك دي بحاربوا فيها توحيد في بلدك دي الان بحاربوا فيه والله يصف دعاة التوحيد دعاة الفتنة دعاة الفرقة ناس موضوع كلام حارب ناس بفرقوا المسلمين يا مسلمين دين اللي بتفرقوا في الله واحد دين يا مسلمين ذاته
لتكون كلمة الله. انت ماشي تحارب منه، ماشي حارب اليهود، ولده مفلفل شعر زي اللاعب الفلاني اليهودي والنصراني، وماشي حارب اليهود وماشي حارب النصارى، وولده الثاني متشبه من لاعب الفلاني، ولك انا والله ميسي وانا ما بعرف كريستيانو وانا نيمار وانا مو هو ذاته، ولك الجهاد بالليل يحضر في المصارعه بيصارع دمه، ولك والله ناس جون فلان وما وناس فلان وورتي وفلان وكذا. ده المسلمين انت ده بتجاهدهم، انت بتحضر لهم بالليل، انت متكيف منهم. الناس ما عارف ذاته جهاد واشياء كثيره. الحق والشجاعه الجد هاي تجيب في مساجد اهل البدع، تقول لهم الله واحد، ادوك بالعكاز تاكل تقول الحمد لله كثر خير، ادوك كف في الله تاكل زايد تقول الحمد لله، ادوك سيخه مشينا مساجد المره يشرطوا لنا الزراير، والمره الثانيه اللي بدوك بنيه يكتموا لك نفسك في بيوت الله سبحانه وتعالى، والثاني بيلم في دقنك مره مسجد تغدى مسك دقنيتك قبل المنبر نقراي راسي والمنبر وجراه شديد، انا قاعد انقطعه لقيت شايل هم بكره عندي شغله في الجامعه زي حلب وشايل هم، قلت هسي والله قطع عمك ده هسي بكره الناس اللي قابلهم كيف فلي شالوا هبشت هكذا لقيتها قاعده، قلت الحمد لله دي تنميله زاد، قلت الحمد لله ده ايه طلع سجدت قلت يا الله تهدي وعمنا ده يتجاوز عني وعنه انا من هم نغضب لنفسنا الله يتقبل. وفي ناس خارج فحق الله التوحيد ده ناس تعتر تنادي الله ما تنادي شنو، دول ما يعلق حجاب ما يمشي لي شيخ دجال لغير. اخر فائده واختم بها، اذا قام العبد بهذا الحق رحمه الله ونجاه من العذاب، قال وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لو دار الله ما يعذبك تقابله بالتوحيد. اخر ايه في سوره الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وشنو؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما قال صنما بس، ما قال صنما بس، أحدا نكرة في سياق النفي النهي الشر، في النكرة دي هنا تقول تفيد العموم، هنا قال فمن كان يرجو ده شر لقاء ربه فليعمل، ده جواب الشر أيوه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولا نفينا وأحد نكرة تفيد العموم، أي شيء ما تشرك به. لو قلت يا الله ويا جبريل أشركت بالله باختصار كذا، زول قال يا الله تنجيني نادى كم؟ مش واحد؟ قال يا الله ويا شيخ فلان نادى كم؟ اثنين. ده توحيد ولا اثنين؟ ده شرك، ده شرك بالله سبحانه وتعالى باختصار كذا، ولا دار شغل كثير، شريك ثقيل جدا ما الا اصنام، ناس معلقه تلقى حافله معلقين تحت جزمه بتاع الطفل دي شنو؟ لك بتحفظ من العين عشان يعاينوا، لا كذب ما يعاينوا لك حافله دو عين، وبيت تلقاه يسووه جديد يسوي لك هون، ده بينطع البيت ده ولا مالوش ده؟ ولك والله بيشغلوا عشان ما يعانوا في الحاجات الثانيه، اشتري عربيه جديده اطبح خايف اطبح يشيل اليد يغطسها كذب في الدم طيب. لا مالك نظيفة انت بتوديها تغسلوها بقروش انت بتوسخ فيها مالك، يقول لك لا والله ده ما ضبحنا لها بتنقلب، والخواجة سواها ما ضبح الخواجة ذاته الصنعة العربية ما قاعد يضبح في بلده هناك وسواها اكثر منه وصناعة. يا ناس ما خروف من عليه حادث وخروف خاتي ورا بيعمل حادث بالخروف بيكون ذاته زي واحد بتاع هايز سايق اهله وكذا جماعة ماشيين البلد عملوا حادث الله نجى الولد ونجى الخروف والجماعه جت شنو؟ ماتوا لكن ذاك ما له كرامه موت ولا ضحيه ولا شيء. المهم كلموني بعض الشباب هناك في الدرمان ففي نهايه المطاف اللي يحفظ الله موت خروف تضبحوا عماره في كافوري واحد لقيته عمك اسمه دفع الله حبيس انه عماره فتونس معاه قال لي ست العماره جابت لي فكه حديد هو مسجل قال لي ست العماره جابت لي فك حديد قالت لي شتيته تحت للجن قلت لها الحديد بغشوا الجن بغشوا فكه قال لها اظن قلت لها انت يا ماما ما عندك موضوع خليته مشت شال الفكه ومسجل ما اعرف مش عامل باش مش عامل باش في نهايه المطاف في جن قلت له فكه
وكان أصل دار تخش ما ترمينا روط أو 50 بقر، لكن في النهاية لخبطة زايد كلام فاضي كثير. لذلك الناس توحد الله واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فينجينا الله تعالى من عذابه. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على رسول الله، بارك الله فيكم.